رقاصة، رقاصة عارية، مش هنغلط في الرقصات، اوعوا، اللي يغلط في الرقصات ده ابداع، هي ترقص زي ما هي عايزة، عايزة تهز اللي هي عايزاه، اوعوا نغلط في الرقاصين والرقصات والممثلين، اوعى حذاري، خاصة لما تكون بدقن وتعتدي على الابداع والسياحة وهتقلب مصر على، هتخسر مصر الملايين. الرقاصة، الرقاصة، الرقاصة سما المصري، شوفوا كل المواهب الرقاصين السابقين بتشتغلها مين؟ سما المصري، ها؟ ونازله طحن في الاسلاميين والاخوان المسلمين والسلفيه على واحده ونص. اخبرهم قال طز فيكو، لا طز فيك انت وهو، كبرهم قال طز فيكو، لا طز يبقى دي لعبة مقصودة ضد توفيق عكاشة مش لله عز وجل. وإن بالفعل لو جمعية متخصصة في الشؤون الإعلامية وحماية الجمهور ووسائل الإعلام، المفروض أنتوا تشوفوا البرامج القذرة المعفنة اللي في كباريهات الإعلام المصري الآن. إحنا في مصر عدد كبير من القنوات الفضائية تحولت إلى كباريهات، ده اللي بتقدمه سما المصري، ده اللي بتقدمه سما المصري. لما تحطوها، لما تحطوها، لما تحطوها جنب اللي بتقدمه كباريه من الكباريهات التانية، لا 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 لا، فرق شاسع جدا. البس وما تفهموش غلط لو سمحت، يعني ما تفهموش ده غلط، ده أليف ما بيعملش حاجة. وبعدين احنا هنا بنلبس، يعني بنلبس جاكيت، بنلبس بنطلون، فما فيش مشكلة يعني لو لبسنا حاجات تانية. المهم الاسم ده تطابق تماما مع الحالة المصريين بيعيشوها بعد وصول الإخوان المسلمين للحكم في مصر، ويا ريتهم ما وصلوا للحكم في مصر. هتقولوا لي ليه بتقولي ان هم يا ريتهم ما وصلوش للحكم؟ احنا هنعرف ان شاء الله في كل حلقة اللي بنعرضها في البرنامج بتاعنا هم ليه يا ريتهم ما وصلوا للحكم. وحقيقة ربنا يعني حق يتقال، يا ريتهم لا هم ولا السلفيين وصلوا للحكم، جابوا لنا نقطة إله ينقطهم ربنا. أنا أستنكر وأشجب موقفهم من توفيق عكاشة وقناة الفراعين، لأنهم غير أهل عدل، وأنا أرى أن دي رسالة غير سليمة. قال إيه؟ علشان مقدم برنامج لسما المصري. واخيرا بقى ان هما مستلمين انا شخصيا، بيقولوا لي مش ناقص غير الراقصات والمطربات. اولا انا مش راقصه، اللي يمسك ليا صوره ببدله رقص في حفله او في اي مكان يا ريت يجي يوريها لي.